حسنا، أصغي إلي جيدا يا صديقي، هذا هو الاتفاق. لسرقة الماسة عليك الوصول أولا إلى جزيرة نائية وهي غير موجودة على أي خريطة، ويمنع وصول الناس العاديين إليها. الماسة في وسط الجزيرة داخل مخبأ عميق تحت الأرض يخضع لحراسة مشددة. الوصول إلى هناك عبر المدخل الرئيسي أمر مستحيل، لكن لحسن حظك هناك سجن سري في الجزيرة. يمكنك الدخول كسجين ثم الهروب عبر نفق تحت الأرض، سيقودك هذا النفق إلى المخبأ، وبعدها عليك أن تجد الماسة. سيكون أمامك القليل من الوقت لإتمام العملية. عند الانتهاء سينتظرك قارب في الجزء الجنوبي من الجزيرة. اتبع الخطة بدقة وحذر، وبعدها لن تواجه أي مشاكل. هل فهمت؟ حسنا، هيا بنا. تتجه برفقة سجناء آخرين إلى الجزيرة على متن طائرة مروحية وأنت مقيد اليدين. وفي إحدى اللحظات تبدأ المروحية بالاهتزاز. يخبركم الطيار أنكم تسقطون ويضع مظلته للقفز من المروحية. تنظر من حولك لتقرر ما عليك فعله. بسرعة، ترى مفاتيح الأصفاد معلقة في الطائرة فتأخذها وتتخلص من قيودك. يطلب منك السجناء الآخرون إطلاق سراحهم، لكن كن حذرا، هؤلاء الأشخاص خطيرون. يخبرك السجناء الثلاثة أنهم قادرون على التحليق بالطائرة المروحية. من ستصدق من بينهم؟ يضع هذا الرجل وشما على ساقه بشكل طائرة مروحية، لعله طيار جيد، ولكن عندما تفك قيوده يخبرك بأنه كاذب. لا أحد من هؤلاء يعرف كيفية قيادة المروحية. لم تتبقى سوى مظلة واحدة. يدفعك السجين جانبا ويمسك بالمظلة ويقفز من المروحية وهي تسقط. حينها تقرر الإفراج عن السجينين الآخرين، ولكن ماذا ستفعل بعدها؟ هل تقفز دون مظلة؟ أم تحاول الهبوط بالمروحية بنفسك؟ ترك الطيار المروحية لأن الهبوط مستحيل، لذا لن تنجح أنت أيضا. عليك القفز، أنت تحلق فوق المحيط أتذكر؟ وبما أن المروحية تسقط لن يكون الارتفاع كبيرا. تقرر القفز في الماء والسباحة نحو الشاطئ، وفجأة ترى زعنفة سمكة قرش تقترب منك السمكة بسرعة. ماذا ستفعل الآن؟ ألف، تحاول السباحة إلى الشاطئ بأسرع ما يمكن. باء، لا تسبح لأي مكان وتبقى طافيا على السطح. جيم، تغوص في الماء وتبدأ التلويح بيدك لسمكة القرش لإخافتها وإبعادها. عليك أن تتوقف، إذا بدأت في السباحة ستطاردك سمكة القرش. خذ شهيقا طويلا وحاول تجنب القيام بأي حركة غير ضرورية وستغادر سمكة القرش، لكن إذا هاجمتك فعليك الرد بمهاجمتها. في هذه الحالة ركز على الخياشيم والعينين كونهما نقاط ضعفها. لحسن الحظ لم تلحظ سمكة القرش وجودك وتصل إلى الشاطئ بأمان. ترى مجموعة من الحراس وسجينا كان معك في الطائرة المروحية يختبئ خلف الأشجار ويدعوك للانضمام إليه. إلى أين ستذهب الآن؟ دع الحراس يقبضون عليك ليأخذوك إلى السجن، لا تنس مهمتك. يلبسونك ملابس صفراء ويأخذونك إلى مكان بعيد. ترى العديد من السجناء الخطرين، وبينما أنت جالس على الطاولة تتناول الطعام ترى أمامك ثلاثة منهم. يهم أحدهم بالهرب، لكن أي واحد؟ هذا الرجل الذي يحمل كتابا، إنه يخفي في الكتاب مبردا معدنيا، سيحاول الهرب هو الآخر. النفق الذي تحت الأرض والمؤدي من السجن إلى المخبأ موجود أسفل غرفة الغسيل. يجب عليك الخروج من زنزانتك والوصول إلى هناك. للقيام بذلك عليك الاستيلاء على المبرد المعدني وفتح القفل. يخرج الجميع إلى الفناء في وقت الاستراحة، بينما تتعقب أنت الرجل الذي يحمل الكتاب. إنه جالس على المقعد ويخفي الكتاب تحته. عليك الآن أن تلهيه وتصل إلى الكتاب. يمكنك استخدام كرة السلة أو الأثقال أو أوراق اللعب. ماذا ستفعل؟ إن عرضت عليه ممارسة التمارين بالأثقال أو اللعب بالأوراق سيكون من الصعب عليك الابتعاد عنه، لذا العب معه كرة السلة وارمي الكرة بعيدا ليجري خلفها، وفي تلك الأثناء ستتمكن من أخذ الكتاب.
تمسك بالكتاب لكنك لا تجد المبرد المعدني بداخله، وبدلا من ذلك تجد بعض النقود. يبدو أن الرجل قد باع الأداة لأحد السجناء. تضع النقود في جيبك وتنظر حولك في الفناء. أي السجناء يحمل المبرد المعدني؟ هذا الرجل يضغط بأصابعه على كم قميصه. يبدو أنه يخفي الأداة هناك. تحاول الاقتراب منه، ولكن شجارا يندلع بين السجناء ويحاول الحراس منع الشغب. وسط كل هذه الفوضى يضربك شخص ما على رأسك وتفقد وعيك. تستيقظ لتجد نفسك في المستشفى. أوه لا، لم يبقى لديك الكثير من الوقت. الأبواب مقفلة والعديد من الحراس يتجولون في المكان. كيف يمكنك الدخول إلى غرفة الغسيل؟ في الزاوية عربة كبيرة مليئة بالغسيل المتسخ. اختبئ هناك وسيأخذونك إلى حيث تريد الذهاب. تختبئ بين الملاءات القذرة، فيأتي عامل التنظيف ويجر العربة وينقلك إلى غرفة الغسيل. وأثناء وضعه للقماش في الغسالة يلاحظ وجودك. عامل النظافة على وشك الصراخ واستدعاء الحراس. ماذا ستفعل؟ لديك بعض المال، أتذكر؟ ادفع المال لشراء صمته. تحرك إحدى الغسالات وتجد فتحة تحتها. تدخل فيها وتسير عبر النفق. الجو بارد جدا ورطب ومظلم. وأخيرا تصل إلى غرفة صغيرة جدرانها من الطوب وبلا نوافذ وأبواب. ماذا ستفعل؟ لا يمكنك العودة. بين كل هذا الطوب تبرز طوبة واحدة من الجدار. جرب أن تدفعها. لقد نجحت. فتح باب سري. تدخل من الباب وتنزل للأسفل لتجد نفسك أمام باب حديدي آخر. تلاحظ وجود خزان أكسجين بقناع ملقى في مكان قريب. تفتح الباب وإذ بك في غرفة ضغط بين بابين من الحديد. يغلق أحد البابين خلفك ويتم ضخ الأكسجين للخارج. حينها تصبح غير قادر على التنفس، لهذا ترتدي القناع. في تلك الأثناء يفتح الباب الحديدي الثاني وتدخل من خلاله. ترى أمامك ثلاثة أنفاق. النفق الأول مليء بفؤوس متحركة وشفرات وأفخاخ أخرى، وفي النفق الثاني تفريغ كهربائي عالي الجهد، ويحتوي النفق الثالث على لهب قوي. أحد هذه الأشياء المخيفة مجرد وهم. أي الأنفاق ستختار؟ ليس هناك هواء في الغرفة، مما يعني أن النار لن تشتعل فيها. هذا اللهب ليس إلا صورة ثلاثية الأبعاد. تتقدم وتجد نفسك أمام غرفة مظلمة. إنها مظلمة جدا ولا يمكنك رؤية ما بداخلها. تشعر بأن الماسة موجودة هنا. قف! ما هذه الماسة؟ من أعطاك هذه المهمة؟ ما الذي تفعله هنا؟ ماذا يحدث؟ في هذه اللحظة تدفعك إلى الأمام قوة مجهولة، فتخطو في فراغ أسود وتسقط. عندها تجد نفسك تطفو في الفضاء الخارجي. الجو هنا مخيف وشديد البرودة. تشعر بأنك ضئيل في هذا الكون اللامحدود. وفجأة ترى شيئا ساطعا. هل هو نجم أم كويكب؟ يضاء المكان من حولك بضوء ساطع، وتسمع صوتا عميقا يقول لك: أحسنت صنعا. تمد يدك وتلمس الضوء. في هذه الحالة وبسرعة كبيرة تعود في الزمان والمكان. تسقط بسرعة وتهبط في غرفة قذرة. تنهض وأنت مذعور وتفتح الباب. أوه يا للروعة، ضوء الشمس. وأخيرا خرجت من القبو لتجد نفسك في الجزيرة. أمامك طريقان، أحدهما يؤدي إلى الجنوب والآخر إلى الشمال. أي طريق ستختار؟ يفترض أن يكون القارب في انتظارك في الجنوب، أتذكر؟ تمر من الغابة وتجد سيارة قديمة. تشغل الموسيقى وتضع سماعات رأس الموجودة في درج السيارة. وأثناء قيادة السيارة والاستماع إلى الموسيقى تدرك أن الفرامل لا تعمل. أمامك الآن ثلاثة طرق. ينتظرك في نهاية الطريق الأول جدار من الطوب، ويؤدي الطريق الثاني إلى مستنقع، ويقودك الطريق الثالث إلى تل مرتفع وهاوية. أين ستتجه بالسيارة؟ يوشك الوقت أن ينفد. أفل الدواسة الوقود وتوجه نحو أعلى التل.
ستبدأ السيارة في التباطؤ وستتمكن من الخروج منها بأقرب وقت. تعبر الغابة وتجد نفسك على الشاطئ، وهناك ترى زورقا على رمال. تدفع الزورق إلى الماء وتشغل المحرك وتدخل، وبعد أن يقطع الزورق مسافة لا بأس بها ترى صخورا بجانبها حطام بعض السفن. تبطئ القارب وتستمع إلى صوت الغناء الجميل القادم من الصخور. صوت الغناء يغريك ويجذبك لتوجيه قاربك نحو الصخور مباشرة. تقترب بسرعة من المكان غير قادر على منع قدرك المحتوم. ماذا ستفعل؟ لديك مشغل الموسيقى الذي وجدته في السيارة. يمكنك وضع سماعات الرأس وتشغيل موسيقى جميلة والابتعاد عن المكان. تبتعد نحو الشمس إلى مغامرات جديدة. والآن لنتحقق من نقاطك. 0-3 نقاط. عليك تجنب خوض مغامرات خطيرة. قد تتمكن من اجتياز الاختبارات الأولى، لكن من المستبعد أن تتجاوز جميع المحن. 4-7 نقاط. هذه النتيجة أفضل، لكنك ما زلت تفتقر إلى الثقة. قد تصاب بالذعر في المواقف الصعبة، والذعر هو العدو الرئيسي لأي مغامر. 8-11 نقطة. أنت لا تخشى الخطر وتمضي دائما بكل ثقة، لكن عليك أن تهتم أكثر بالتفاصيل ومهارات التفكير المنطقي لتتجاوز كل المشاكل. 12-14 نقطة. أنت مغامر حقيقي، لا تتجاوز التحديات فحسب، بل وتنجو أيضا من المواقف الغريبة التي لا يمكن تفسيرها والتي قد تدفع الآخرين إلى الجنون. مواهاها. دانيال وشيري يتحدثان على الهاتف منذ فترة. اليوم قررا الذهاب لتناول القهوة. هذه هي المرة الأولى التي سيجتمعان فيها وجها لوجه، ولم يشاهدا أي صور لبعضهما البعض. كتبت شيري لدانيال: سأرتدي زوجا من مشابك الشعر الوردية. عندما وصل دانيال إلى المقهى رأى ثلاث سيدات، والمثير للدهشة أن جميعهن كن يرتدين مشابك شعر وردية. هل يمكنك مساعدة دانيال في العثور على المرأة التي يواعدها؟ ألقي نظرة متفحصة على الطاولة الأولى. يوجد فنجانان من القهوة، هذا يعني أن هذه السيدة بالفعل مع شخص آخر. السيدة الجالسة على الطاولة الثانية تستمتع بالفعل بقهوتها وتقرأ كتابا. من الواضح أنها ليست هنا من أجل موعد غرامي. والسيدة الثالثة ترتدي فستانا جميلا وطاولتها فارغة، هذا يعني أنها شيري. حبيب شيري السابق دريك هو ساحر قوي، وهو لا يريد أن يدعها وشأنها، لذا قام باختطاف شيري وحبسها فوق برج عال مع نافذة واحدة فقط، ولا توجد به أي أبواب على الإطلاق. أيضا يشعل دريك نيران سحرية حول البرج لمزيد من الحماية، ثم يغادر المكان. تدرك شيري أن لديها القليل من الوقت للهروب. تنظر حولها وترى ثلاث جرعات سحرية، كل من هذه الزجاجات تحتوي على شيء مختلف. يمكن للزجاجة الأولى أن تمنح شيري قوة بدنية لا تصدق، ويمكن للزجاجة الثانية أن تحولها إلى مصاص دماء، وستسمح لها الزجاجة الثالثة بالتحول إلى أي حيوان. أي جرعة يجب أن تستخدمها؟ حتى لو تمكنت شيري من تدمير البرج، فلن تستطيع فعل أي شيء بسبب النار المسحورة، ولا يستطيع أي حيوان مساعدتها على الهروب. ولكن إذا أصبحت مصاصة دماء، فستتمكن من التحول إلى خفاش وتطير بعيداً. تهرب شيري وتجد نفسها في غابة مسحورة. هل يمكنك العثور على 4 مخلوقات سحرية هنا؟ ألقي نظرة على هذا الكهف، هناك قزم مختبئ بالداخل. أيضا هناك اثنتان من الجنيات جالستين على الزهور، وهذه الشجرة عبارة عن غول خشبي. تواصل شيري طريقها وتجد إشارة طريق. هناك ثلاثة طرق تؤدي إلى أقرب قرية. يحرس الطريق الأول تنين خالد ينفث النار. الطريق الثاني يمر عبر أراضي إحدى الساحرات، إنها تكره الرجال وتحول أي رجل يجرؤ على دخول أرضها إلى تمثال حجري. والطريق الثالث تعيش فيه الفهود. هل يمكنك مساعدة شيري في اختيار أفضل طريق؟ الخيار الثاني يبدو جيداً.
تشري امرأة، لذلك ليس لدى الساحرة سبب لتحويلها إلى تمثال لأنها تكره الرجال فقط. تطلب شيري من ساحرة مساعدتها في العثور على القرية. تعرض ساحرة صفقة على شيري: إذا قمت بحل أحجية الأنماط الخاصة بي فسوف أخبرك عن مكان القرية، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فستكونين خادمتي إلى الأبد. لم يكن بيد شيري ما تفعله سوى الموافقة. يمكنك تناول الفلفل ولكن ليس الملح، يمكنك تناول لحم البقر ولكن ليس الدجاج، الجزر والبروكلي والملفوف لكن بدون تناول البطاطس على الإطلاق. أوه، وعليك أن تأكلي بالملعقة. هل يمكنك مساعدة شيري في حل اللغز؟ مسموح لها فقط بالعناصر التي تحتوي على حرفين من الأحرف نفسها في صف واحد. تساعد ساحرة شيري في إيجاد طريق. يتوقف ثلاثة سائقين يعرضون عليها توصيلة إلى القرية. هل يمكنك مساعدة شيري في اختيار الخيار الأكثر أماناً؟ هناك زومبي مختبئ في الجزء الخلفي من السيارة الأولى، ولا توجد مقاعد لركاب في السيارة الثالثة. على الرغم من تشقق الزجاج الأمامي للسيارة الثانية، إلا أنها لا تزال الخيار الأفضل. أخيراً وجدت شيري القرية. هذا المكان سحري، تعيش هنا العديد من المخلوقات المذهلة. فجأة تقترب مخلوقة نصفها فرس نهر من شيري وتصرخ: أرجوك ساعديني، أحد هؤلاء سرق ملابسي. هل يمكنك تخمين من هو؟ ألقي نظرة على شارة الكلب، كتب عليها فرس النهر، لذلك كان الكلب هو الذي سرق قميصها. تلتقي شيري بالمزارع المحلي تيموثي. اعتادت تيموثي تربية الدجاج في قرية أخرى. كانت الأمور تسير على ما يرام وحقق أرباحا جيدة، لكنه اشترى بعد ذلك مزرعة كبيرة في هذه القرية وانتقل إلى هناك. سرعان ما عرف تيموثي أن الفيضانات متكررة جدا في هذه المنطقة، لكنه لم ينزعج وقرر تربية البط بدلا من تربية الدجاج. لماذا؟ يستطيع البط السباحة، لذا فإن الفيضانات لا تشكل خطورة عليه. دعا تيموثي شيري لتناول العشاء في المنزل، ولكن لسوء الحظ كان دريك حبيب شيري السابق قد وجدهما بالفعل وأمسك بتيموثي وشيري في منزل المزارع. فجأة رن الهاتف. يسمح دريك لتيموثي بأخذ الهاتف، لكنه لا يستطيع الكشف عن الوضع، لأنه إن فعل ذلك سيستخدم دريك عصاه السحرية لتحويلهما إلى ثعابين. لذلك أجاب تيموثي: مرحبا أمي، هل يمكنني مساعدتك؟ أنا في المنزل وعلى وشك الذهاب إلى الفراش. إذا لم يكن أمرا طارئا فهل يمكنني الاتصال بك لاحقا؟ أنا حقا نعسان. بعد 30 دقيقة وصلت الشرطة وصادرت العصا السحرية وأنقذت تيموثي وشيري. كيف طلب تيموثي المساعدة؟ لقد ضغط زر كتم الصوت في كل الحديث باستثناء الكلمات مساعدة والمنزل وطارئ واتصال. يمنح المحقق دريك فرصة للحصول على الحرية، إذ يمكنه المرور عبر أحد هذه الأبواب الثلاثة. هناك غابة مليئة بالحيوانات الخطرة مختبئة خلف الباب الأول. خلف الباب الثاني يوجد خزان به ماء مثلج يستحيل الوقوف فيه ولو لدقيقة واحدة. وهناك ديناصور عملاق ينفث النيران خلف الباب الثالث. أي باب أكثر أو أقل أماناً؟ يجب أن يختار دريك الباب الثالث. الديناصورات لا تنفث النيران، وقد انقرضت جميعها منذ ملايين السنوات. يعود دريك إلى قلعته ويكتشف أن شخصاً ما قد كسر كل الزجاجات التي تحتوي على جرعاته الثمينة في معمله. يغضب دريك ويستجوب خدمه الثلاثة من الغيلان. يقول ويلي: كنت أنظف القلعة طوال اليوم، لم أدخل مختبرك اليوم حتى. يقول تيلي: كنت أقطف الورود في الحديقة في الصباح، ثم دخلت مختبرك لأحتار بتلات الورود من أجل جرعاتك. كل شيء كان على ما يرام. ويقول بيلي: كنت أطهو العشاء في المطبخ، ثم ذهبت إلى الحمام لأستحم بسرعة. من منهم يكذب؟
تيلي لأنه لم يقطف الورود، فهي لا تزال في الحديقة. وفي الوقت نفسه يقود تيموثي سيارة شيري إلى المنزل، ثم توقف من أجل شراء شيء ما في الطريق. هل يمكنك تخمين هذا الشيء بالضبط بمجرد النظر إلى هذه الصورة؟ الكيوي. ثم التقط تيموثي صورتين لشيري. هل يمكنك أن تجد 10 اختلافات بينهما؟ هذه هي الاختلافات. اقتحم شخص ما منزل شيري لسرقته عندما كانت في نزهة في الرابع من يوليو. يعثر المحقق على 4 مشتبه بهم ويسألهم عما كانوا يفعلونه في ذلك اليوم. يقول رجل الإطفاء بوبي: كنت في عملي في اليوم السابق، لقد كنت متعبا جدا، لذلك كنت نائما طوال اليوم. المشتبه الثاني هو طالب يدعى نيك، يقول: كنت أحتفل بعيد الاستقلال مع عائلتي. يقول ريك الذي يعمل مديرا: لقد كان يوم عطلة وكنت ألعب مع زملائي في الغرفة، ثم ظللنا نشاهد التلفزيون طوال الليل. ويقول ساعي البريد كايل: لقد كنت في مكتب البريد طوال اليوم وقد رأني جميع زملائي. يتعرف المحقق على السارق على الفور. ماذا عنك؟ السارق هو كايل، لا يمكن أن يعمل في مكتب البريد في الرابع من تموز يوليو، إنه يوم عطلة رسمية. تتلقى شيري راتبها الأول وتخفي النقود في خزانة ملابسها. لم تكن رفيقات السكن الثلاثة لشيري في المنزل في هذا الوقت، لذلك تركت المال وذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية على الفور. بعد فترة تعود شيري إلى المنزل وتكتشف أن أموالها قد سرقت من الخزانة. بدأت تبحث في جميع أنحاء الغرفة لكنها لم تجد أي أدلة. فجأة دخلت رفيقات غرفتها الثلاثة إلى الغرفة. تسأل شيري كل واحدة منهن: هل سرق أحد أموالي؟ ردت بيلا: لقد كنت في الكلية طوال اليوم وقد عدت للتو إلى المنزل لتناول طعام الغداء ولم أدخل هذه الغرفة. تقول أنا: لقد جئت لتناول الغداء أيضا ولكن بعد بيلا. فتحت باب الخزانة للبحث عن بعض المستندات لكن لم يكن هناك أي نقود بداخلها. وتقول ميغان: لم يكن لدي أي فكرة أنك تخفين النقود في الخزانة، لقد عدت للتو من العمل، يجب عليك التحدث إلى حارس الأمن. من منهن هي السارقة؟ يجب أن تكون بيلا قد خلصت إلى أنه إذا كانت شيري تبحث في هذه الغرفة فلا بد أن الأموال قد سرقت من هنا فقط، لذلك لا يبدو أنها مثيرة للريبة. لكن أنا قالت إنها فتشت الخزانة ولم تجد أي نقود، رغم أن شيري لم تذكر أمر الخزانة من الأساس، لذلك فإن أنا هي السارقة.